ومعنا عبر سكايب من عمان إيناس زايد، المستشارة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. مرحبا بك سيدة إيناس. بداية، ماذا يعني اعتراف مصادر في التحالف الدولي بمسؤولية بريطانيا عن وقوع ضحايا مدنيين بالغارات التي نفذتها مقاتلاتها في 9 من كانون الثاني عام 2017؟ نعم، مساء الخير لكم. يعني في البداية، سواء كانت بريطانيا أو أي دولة أخرى مشاركة في العمليات العسكرية من ضمن التحالف الدولي، هو فعليا يعني لا يلغي أو لا ينفي المسؤولية التي تترتب على قوات تلك الدول، خاصة عندما نتحدث عن مشاركة مباشرة في الأعمال العسكرية. فعليا هناك تستر خلف مسمى التحالف الدولي من قبل بعض الدول المشاركة من أجل التهرب من المسؤولية الدولية التي يفرضها القانون الدولي الإنساني المتمثل بالدرجة الأولى باتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الملحق فيها، ولكن فعليا هذا ينفي المسؤولية كما ذكرت لحماية المدنيين والمحاربين أثناء النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية. جميع الأطراف مسؤولة فعليا عن امتثال لشروط القانون الدولي الإنساني، ويعني إن كنا نقول أو نود أن نقول عن معيار لهذه المسؤولية فهو يشمل مشاركة القوات العسكرية العمليات الحربية أو قيامها بدور مباشر في تنظيم أو تنسيق أو تخطيط هذه العمليات العسكرية، وهذا فعليا ما قامت به القوات البريطانية من خلال المشاركة من بطائراتها وبالأسلحة التي أيضا وصفت بأنها واسعة الدمار، وهي أيضا جاءت عشوائية لتضرب المدنيين في الموصل وتدمر البنى التحتية بشكل ممنهج، لأن يعني عندما نتحدث عن 40,000 شخص يعني راحوا ضحية الهجوم على الموصل، فنحن نتحدث عن جل المدنيين الموجودين هناك، وهذا الأمر يعني يقيم المسؤولية بشكل قاطع على كافة الدول التي ارتكبت وقامت بهذه العمليات العسكرية ضد المدنيين. طيب، ولكن بريطانيا يعني ما زالت تصر على نفي هذه الحادثة جملة وتفصيلا، ألا يعد ذلك استهانة بالضحايا؟ يعني هو بالإضافة إلى كونه استهانة في أرواح الضحايا، هو أيضا لا يعبر عن يعني قيمة قانونية لنفي هذه التهم. التهم وجهت ولا بد من فتح تحقيق ل يعني نفي هذه المسؤولية. النفي لا يكون من خلال تصريح صحفي، الأمر يكون من خلال إجراء تحقيق. لماذا سيدة إيناس يعني عدم وجود تحقيقات ناجعة وحتى محاسبات للتحالف الدولي عن مجمل هذه الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب بعضها؟ يعني إلى أي مدى ساهم ذلك في زيادة أعداد الضحايا هذا الإهمال؟ نعم، يعني نحن بالدرجة الأولى عندما نقول عن طرف أو يعني التحالف الدولي كطرف من أطراف النزاع الدائر الآن في العراق، نحن فعليا نتحدث عن حلف موجود للحكومة العراقية، ونشدد نحن كمرصد أورو متوسطي بأن الحكومة العراقية هي التي يعني الضامنة لحماية الحقوق والحريات في العراق. لذلك فنحن عندما نتحدث عن مسؤولية، فهي مسؤولية بالدرجة الأولى تقع على الحكومة لمنع أي انتهاك يقع على المدنيين في العراق. أيضا بالإضافة إلى ذلك، لابد للدول المشاركة من بالتحالف من ضمان التزام بقواعد القانون الدولي الإنساني المتمثلة بشكل أساسي بقاعدة التمييز بين المدنيين والعسكريين وقاعدة التناسب والضرورة العسكرية كذلك، التي يعني تفرض على المقاتلات أن لا تقوم باستهداف أي مقر يشتبه، فقط يشتبه لوجود مدنيين فيه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لابد من التحرك على مستوى دولي لتفعيل الآليات لضمان محاسبة كل من ينتهك القانون الدولي الإنساني أو يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والمتمثل أيضا في تحريك دور المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة كافة الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم وإنصاف الضحايا ومن وقعوا جراء هذا الاستهداف يعني الغاشم والذي فعليا قد انتهك كافة قواعد القانون الدولي الإنساني. طيب، ماذا عن الدمار الذي خلفته الحرب على مدينة الموصل وغيرها من مدن العراق؟ يعني بقاء هذه المدن مدمرة وتنصل الدول المانحة من مسؤولياتها، ألا يطعن بشعار محاربة الإرهاب الذي أنتج كل هذه الكوارث؟ يعني فعليا شعار محاربة الإرهاب لا يبرر بأي شكل من الأشكال تدمير البنى التحتية أو تدمير يعني المرافق التي يعتمد عليها الإنسان بشكل أساسي للاستمرار في حياته بشكل طبيعي.
عندما نتحدث عن الموصل نحن نتحدث عن دمار قد لحق ب80% من المدينة، وفعليا هي أصبحت غير صالحة للحياة، حتى أن النازحون الذين خرجوا من ديارهم لا يستطيعون العودة في ظل انعدام الخدمات والبنى التحتية في المدينة. هذا الأمر أيضا يقيم المسؤولية، وكما ذكرت لك قاعدة التمييز ليست فقط مقصورة على التمييز بين المدنيين والعسكريين، ولكن أيضا التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. استهداف أي عين مدني مثل المدارس، المستشفيات أو حتى المرافق يعني الأخرى هو أمر أيضا مخالف للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب المساءلة والتعويض كذلك. أخيرا، إذا على المستوى العالمي إلى أي مدى يضع ما يحدث، يضع إشارات استفهام حول القانون الدولي الإنساني الذي يعفي دولا مثل بريطانيا وأمريكا عن من المحاسبة؟ يعني كما ذكرت لك هناك دور كبير على المجتمع الدولي الآن للتصدي لما يحدث في العراق. الملف العراقي للأسف لا يطرح في المحافل الدولية بالدرجة المطلوبة وبالشكل المطلوب، لأن يعني هناك من وجهة نظر المجلس حقوق الإنسان على سبيل المثال هناك ملفات أولى بالرعاية، ملف اليمني والملفات الأخرى، ولكن هذا الأمر أيضا لا يبرر تجاهل الملف العراقي، خاصة وعندما نقول عن أعداد بالآلاف من المدنيين الذين ليس لهم أي علاقة بالأعمال العسكرية التي تحدث الآن في العراق، وهم يذهبون ضحية ما يعرف بالحرب ضد داعش. ويعني هذه المسألة تقيم المسؤوليه على المجتمع الدولي للتصدي لهذه الموضوع وهذا الملف، وايضا للتحرك على كافه المستويات فعليا على مستويات المنظمات الحقوقيه والمنظمات الامنيه. مجلس الامن ايضا يجب ان يتحرك من اجل فتح محكمه جنائيه دوليه لمحاكمه كافه المتورطين في هذه الجرائم. شكرا لك يا عبر اسكاد من عمان، إنا زايد المستشاره القانونيه في المرصد الاورو متوسطي لحقوق الانسان.